حوالي سنة تقريبا ما نسمى دولة العراق والشام داعش. Do you have any ISIS prisoners? No. Can I interview one? طبعا ممكن، هذا ممكن جدا. What did your leaders tell you about America? كانوا يخبرون انهم يعني انهم كفار وانهم يستهلون القتل. سبيل الله مثل الشهادة ما يحيى على دين الإسلام. التنسيق من عند وصول المطار الصباح كان رحلتي طبعا ما سيئة. الصباح أدخلني للحدود السورية عند 30 يوم تقريبا، معسكر مغلق، ما ترى أشخاص، ما ترى أحد، ما ترى أحد. من المعسكر يبدأ تغذية الشحنة أنكم انتبهوا، انتبه، لا تثق في السوري، لا تثق في الشخص هذا، لا تثق في الشخص هذا، لا تثق في الشخص هذا، من كل بلد، ولكن العدد تتفاوت الأعداد. طبعا أمريكيين أكثر، طبعا أكثرهم من البنات، يمكن أكثر من النصف عدد الرجال. Are they white American women or are they Arab? أمريكيات أصل البلانجت. يعني هي تروح جهة، يجون أمريكيات، في أمريكيات، في ناس أصول أمريكيات، أصلا هم نفسهم يجون يجاهدون، يبون وش يعني، بما يرددون أحلام أرض إسلامية، دولة إسلامية، وأشياء من هذا القبيل. يعني لغتها الأم لغة أمريكية، حتى ما تجد العربية. نصف المقاتلين، أكثر من 3/4 المقاتلين السعوديين والمقاتلين الأوروبيين، السلاح، نقود، كلها متوفرة معهم. فت السفر ما يقارب 11,000 دولار، هذه تذاكر سفر عشان يأتي لهم، يأتي للسعودية، يأتي للجهاد السعودي، ما يحتاج تاخذ من راتب الدولة. يعني راتب الدولة كان 100 دولار، أنا كان توفر، أنا كنت أصرف في الشهر ممكن تقريبا 500 دولار. كانت المشكلة، كان أسرنا كان بول الأحداث، ما لم يكن باع وتنشر بالفلوس. أنت ليش تجي تقاتل هنا وإنك كنت باع وتنشر؟ الآن أنا دريت إني أنا رحت الضحية ورحت يعني زي ما يقولون الجندي يعني يدفشه وخلى كده، فكان حطونا ضحية. وحصلنا على جواز سفر لرجل أمريكي الجنسية قد دخل سوريا قبل 3 أشهر من مقتله. Do you regret joining ISIS? نعم. أنا حاسس أنا يعني غير إن أشياء كثيرة إنك أنت ممكن خدعت. تجر الآن الناس، تجر الفصائل، تجر المقاتلين في الأرض إلى حرب. ما هو بوقتها، ولا هو بوقتها، ولا له داعي لها. نجد ترهات، مزاعم، أرض، تراب، مطامع. So how do you feel about America now? كذا أنا أهلي يدرسون في أمريكا، يعني لدرجة إنهم بعضهم عايشين لهم 8 سنين في أمريكا. ما عندي مشكلة، أنا لو شفت أمريكي يمكن أسولف معه وهدي ويجوز إني أكل معه ويجوز. ولكن مشكلتنا مع سياسة الحكومة الأمريكية، يعني كمسلم، أنا كشخص مسلم مشكلتي مع سياسة الحكومة الأمريكية، في بعض الأخطاء سوتها.